ديكشنري بمعنى قاموس أو معجم، فبخد بجواه مجموعة من العناصر بتكون في شكل بتاع كي فاليو، كل عنصر من عنصر تاني بصر بعلامة الفاصلة، وكل فاليو عشان أصليها بيكون عندها كي محدد. طيب لو داير أعرف حثي ديكشنري بقوم، طيب مثلا أقوم أقول له الدي بتساوي ليا الكي اسمه سيرفر، كولون عشان أفصل الكي من الفاليو، قلت له والله أباتشي، فاصلة عشان أفصل عنصر من عنصر، قمت قلت له طيب الكي الثاني اسمه فيرشن، الفاليو بتاعته بتساوي لي 1.1. كده عرفت ديكشنري. لو جيت شفت العناصر الجواو أقول له دي الديكشنري، دي كلها قيم قاعدة حثي جوا الدي الفاريبل المتغير اللي اسمه دي، فيرشن وسيرفر كي 1.1 وأباتش فاليو، وكل فاليو قلنا بنصليها عن طريق الكي بتاعها. يعني حثي لو دار أجي أصل هنا ل 1.1 أقوم أقول له الفيرشن ده يصل للأباتش، القيمة اللي اسمها أباتش، لازم أقوم أعرف الكي أول حاجة، الكي بتاعي اسمه شنو؟ سيرفر. لكن لو دار أنده كي عن طريق الفاليو ما بتجي. لو جيت حسين حاولت مثلا أجي أقوم أقول له أباتش الفاليو أباتش جيب لي الكي بتاعه، هيديني إيرور، فمعناته عن طريق الفاليو ما ممكن أصل للكي، لكن بدخل الكي عشان أصل للفاليو. لما أجي أعرف الديكشنري أول حاجة بديها الكيرلي بريكت، بتحتوي على عناصر، ده كده عنصر وده كده عنصر، كل عنصر من الثاني بصله بعلامة الفاصلة، كل كي من الفاليو بصله بعلامة الكولون. كيرلي بريكت معناته أنا حسي كده عرفت ديكشنري. طيب لو داير أعدل في الديكشنري ممكن أجي أقوم أقول له كي، داير أعدل مثلا في القيمة حقة السيرفر، أقول له والله يا أخي السيرفر غيروا لي بقى اسمه IIS، أجي أشوف الدي السيرفر تغير لـ IIS. طيب داير أضيف قيمة جديدة، أقول له والله يا أخي الداتابيس MySQL MySQL، الدي فيها شنو؟ ضف لي الكي والفاليو، داتابيس MySQL. لكن لما أجي أضيف كي أصلا موجود في الديكشنري حيقوم يعدل لي، لكن لما أكتب كي أصلا ما موجود في الديكشنري حيقوم يضيف لي قيمة جديدة. طيب الديكشنري هو كيس سنسيتيف، يعني هو حساس لحالة الحروف، الكابيتال والسمول بيختلفوا، تو كي بنفس الاسم واحدة كابيتال واحدة سمول بيكونوا مختلفين. يعني حسي لو جينا نعرف مثلا دي 1 ديكشنري جديد، قلنا الكيرلي بريكت بتعرف ليه الديكشنري، يعني حسي لو قلت لي دي 1 دي شنو؟ هيقول لي والله دي 1 ديكشنري لسه فاضية، انت ما اديت اي شيء. طيب لو دار اجاب اضيف فيها، اقوم اقول له والله يا اخي الكي دي فلاي فيها فاليو، اقوم اقول له تاني اي اقوم اقول له والله يا اخي الكي خدت لي فيها اذر فاليو، القيمه الحاسه حتتخدى في الديكشنري اول مره حيخد القيمه كي جوال فاليو، لما اجي اكتبها مره تانية حتقوم تعدل الاولى لانها نفس الاسم واسمول. لو جيت قمت قلت له دي 1 حيطبع لي اذر فاليو جوا الكي، لكن في الدي 1 لو جيت حسي مثلا عرفت كي جديد الكي الكي كتبتها كابيتال، قلت له سيرت فاليو، لو عملنا دي 1 الكي الاخيره حتكون كقيمه جديده، ما حتعدل القيمه القديمه لانه هنا كابيتال وهنا سمول، فالكي بالكابيتال بيختلف هنا من الكي بالسمول. في حاجة دار نعرفها، لو دار نعمل ميكس للداتا تايب في الديكشنري، أي إننا نشيل نلخبط الداتا تايب كلهم أنواع البيانات نخدهم في ديكشنري واحد، يعني هو الداتا تايب ما بس سترينج، سترينج اللي هي مثلا ملف نصي، أي ملف بكتبه فارس أحمد بين سنجل كود أو دبل كود. يعني الديكشنري ممكن تحتوي لي على سترينج او ممكن تحتوي ليا على عدد صحيح انتجر رقمي، او ممكن هي ذاته جواها ادخل اوبجكت، او ممكن ذاته جوا الديكشنري اقوم ادخل لي ديكشنري تاني، وحتى العنصر الواحد الكي والفاليو ما الا يكون نفس نوع الداتا تايب، ما نفس نوع البيانات. يعني الكي ممكن يكون هنا ذا سترينج، الفاليو تكون انتجر، الكي يكون انتجر، الفاليو تكون سترينج. نجي نشوف الكلام ده، لو جيت هنا قلت له ادي الديكشنري كان فيها شنو؟ طيب لو دار اجي اضيف في الدي، قمت قلت له الدي تي ال
التايم تو ليف اقوم اقول له مثلا بيساوي 10. هنا الكي سترينج والفاليو انتجر اتضافت. ممكن برضه اجي اقوم اقول له هنا ادي الكي هنا ده انتجر الفاليو سترينج باك دور، يعني ما بتفرق. ممكن مجموعة من انواع البيانات ادخلهم في نفس الديكشنري. طيب لو درجة امسح عنصر من الديكشنري دي، اجي اقوم اقول له ديليت دل من جوة دي، امسح لي العنصر الريفرنس بالكي بتاعه، امسح لي الكي 4، امسح لي الكي الاربع اربعات كده، حيمسح لي الكي والفاليو، الفاليو بتاعت اربع اربعات. ممكن اجي اقوم اقول له ديليت السيرفر، كده اتمسحت. طيب بدل ما كل مرة امسح عنصر عنصر، داير امسح الديكشنري كلها، كل الكي والفاليو الجوا الديكشنري ده. اسم الديكشنري دوت كلير، فانكشن اسمها كلير، اقول له ودي الدي بي كانت فاضيه.